عمل ونشاط، تعاون محبة، حياتنا ملؤها الأمان. عمل ونشاط، تعاون ومحبة، حياتنا ملؤها الأمان. أشبال لا 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 لا. نحب المرح والجد في الحياة، ننشد النجاح في الأعمال. في طريقنا تحلو المغامرات، نحن في دروبها أبطال. أشبال عمل ونشاط، تعاون ومحبة، حياتنا ملؤها الأمال. لا 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 لا. لنا في كل مجال مغامرات تداعب الخيال، أتاحتها لنا بلا جدال متعة الأسفار والتجوال. أشبال من موزمبيق. الحمد لله على السلامة، لقد وصلنا أخيرا إلى باكستان يا فهمان. انظر يا ممتاز إلى ذلك الجبل كم هو كبير. هذه السلسلة امتداد جبال الهيمالايا الهندية الشهيرة، ألم تسمع بها يا فهمان؟ إنها أعلى جبال العالم. فهمان ممتاز، أين أنتما؟ لما تقفان هنا؟ هيا تحركا ولا تقفا أمام الباب. بعدما كنا نطير طيران العصافير بحديد طائرات هانئات كالسرير، صارت الأرض مهادا تحتنا حتى نسير. وبفضل الله سرنا، فضله دوما كبير. قد وصل الرجل وما هو الطفل، هيا لننفذ الخطة كما اتفقنا. نحن الآن يا أشبال في إسلام أباد عاصمة الباكستان، وأظن أننا سنسر إن شاء الله في هذا البلد. الله، بالتأكيد هذا يعني أن هناك بلداً جديداً ومغامرة جديدة. لا أبداً، لن تكون في هذه المرة، فإنني شخصياً أريد الراحة. هل نسيت رسالة الكشافة يا فهمان؟ يجب أن نفكر في مساعدة الآخرين دائماً. لم أنسى، ولكنني أريد أن أستمتع في زياراتي. أرجوك يا سيدي ساعدني. بدأنا في المصاعب ونحن لا نزال في المطار. هدئ من روعك أيها الرجل، ماذا جرى؟ أنت واقف هنا ونحن منذ أكثر من ساعة نبحث عنك وعن ابن أخينا الغالي. تعال يا ولدي الحبيب، إنني لم أراك منذ مدة طويلة. كلا أفهموني. معذرة أيها الأخ، لعله عندما عجز عن العثور علينا ظن أننا قد ضعنا. والآن قد انتهى كل شيء وقد التقينا، فلا داعي للقلق. هيا إلى المنزل يا أخي الغالي، هيا. آسف يا سيدي، لم أقصد إزعاجكم.
شكرا على لطفك يا سيدي الكريم ومعذرة عن إزعاجكم بأمر تافه. ماذا يجري هنا؟ كأن في الأمر لغزا. انظر يا أستاذ، لقد سقطت هذه الورقة من الرجل الذي حمل الطفل. أمر غريب، إن هذه الكلمات مبتورة وغير كاملة. ترى ماذا يقصد بها؟ إنني أشك في الأمر. قد تكون رموزا سرية يا أستاذ. أستاذ، الورقة تفوح منها رائحة الليمون. رائحة الليمون؟ أعتقد يا أستاذ أن هذه الرموز كلمات خطيرة كتبت بحبر سري. قد تكون محقا يا ممتاز. وما شأن الليمون في ذلك؟ أفهمون عما تتحدثان؟ سنشرح لك الأمر يا ذكوان. إن الليمون هو أبسط أنواع الحبر السري، ويكفي أن تعصر الليمون ثم تغمس القلم في ماء الليمون ثم تكتب ما تريد، وحينها لن تكون الكتابة ظاهرة. ألا يستطيع غير المرغوب فيهم أن يقرؤوها؟ بلى، إذا تعرضت الورقة للحرارة تظهر الكتابة. هل من أحد منكم يحمل كبريتاً؟ نعم، لقد تعودت أن أحمل أحجار صوان للقدح. الحمد لله لقد وجدتها أخيراً. يبدو أنك ستردنا إلى عصور ما قبل التاريخ يا فهمان. لماذا ترك الرجلان الورقة دون أن يعرضاها للنار؟ هل فهما ما كانت تعنيه الكلمات المقطعة؟ لعل الرجلين فهما ما تعنيه الكلمات المقطعة، لذلك لم يجدا ضرورة لقراءة كل ما في الورقة فلم يعرضاها على النار. الطفل سيصل في طائرة الساعة 8. اخطفوه وإيتوا به إلى العنوان التالي، رقم البيت 49، البيت الرابع. يا إلهي، لقد خطفوا الطفل، ما العمل؟ انتظر أنت وفهمان هنا حتى يأتي الدليل، فإذا جاء فأرياه الورقة واشرحا له الأمر واصطحبوا الشرطة إلى هذا العنوان. وأنت وذكوان ماذا ستفعلان؟ سأذهب وأصطحب ذكوان معي، فإنني أخشى أن يتعرض اللصوص للطفل بأذى. وأنت يا ذكوان لا تنسى هذا العنوان، رقم الشارع ورقم البيت، اذكره جيدا فقد أنساه. هيا يا ذكوان، يجب أن نذهب بسرعة، فإنني خائف على الطفل أن يمسه اللصوص بسوء، وسنخبر الشرطة دون أن نضيع شيئا من الوقت. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. كان الله معهما، فقد تجندا لمهمة شاقة. هذا هو البيت، والآن يجب أن نتحرك من غير أن نصدر ضجيجا أو صوتا فينتبه اللصوص لنا. مرحبا بكم أيها الأشبال، أظنكم تنتظرونني أليس كذلك؟ لكنني لا أرى الأستاذ معكم، ألم يأتي؟ عذرا يا أستاذ، لقد حدث شيء مهم، اقرأ هذه الرسالة. يا إلهي، ما الذي أقرأه؟ إنها جريمة اختطاف بشعة. أما رأيت الأشبال؟ لقد نجونا منهم. لا، سأتصل بوالده. ألو، شفيق خان موجود، أريد أن أكلمه حالا في أمر مهم، بسرعة لو سمحت. أنا شفيق خان، ماذا تريد؟ اسمع يا شفيق خان، سأتكلم معك باختصار شديد. لقد خطفنا ولدك محسن والخادم من المطار، وهما أمامي مقيدان. ماذا تقولون؟ خطفتم ولدي؟ لا يمكن ذلك أبدا. إذا لم تصدق فاسمع. سيدي، لقد كانوا يحملون سلاحا فلم أستطع فعل أي شيء. هل سمعت جيدا يا شفيق خان؟ إذا لم تعطني المبلغ الذي أطلبه فقد يصيب ولدك مكروه، وأنت وحدك المسؤول عن ذلك. سفلة،
سأمهلك ساعة واحدة حتى تهدأ ويذهب هذا الغضب عنك، فكر خلالها جيدا. ولكنني أحذرك يا شفيق أن تتصل بالشرطة أو تتصرف بغباء، سأتصل بك بعد ساعة لأبين لك شروطي. انتظر. ما رأيك أيها الزعيم أن نطلب فدية عن الخادم أيضا؟ لا حاجة لذلك، لأن الصغير سيكسبون ما نريد من المال، المهم أن يستجيب شفيق خان. إن هؤلاء الرجال يحتجزون الطفل والخادم رهينة حتى يدفع والده الفدية لهم. ما الذي يمكننا أن نفعله لإنقاذهم يا أستاذ؟ سننتظر الشرطة، وأظن أن ممتاز وفهمان قد أبلغا الدليل وهم الآن في الطريق. أحس بشيء ما يا أستاذ، ما هذا؟ لا عليك، لا تخشى شيئا، فسوف أتدبر أمره بنفسي. الحبر السري من أسرار العمل في هذه الأمور. لقد أوشك الكشافة في المطار أن يعطلوا علينا الخطة لولا ذكاؤنا وفطنتنا. أظن أنهم لم ينتبهم أي شك أو ريب في أمركما، خاصة وأنني كتبت لكما رسالة بأحسن حبر سري. نعم يا سيدي، بكل تأكيد، فهم أطفال صغار لا هم لهم إلا اللعب والرياضة وأن يتجولوا بين المدن والمتاحف والآثار. أضم صوتي إليكم، فهم مشغولون بسياحتهم. إذن كل ما أرجوه أن لا يتصرف شفيق خان تصرفا خاطئا. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قل ما عندك. ستعلم الأمر كله من هذه الورقة يا سيدي. سأريك أيها الكلب المتوحش. شكرا يا ذكوان، فلقد أنقذتني من هذا الكلب المتوحش. لا تشكرني يا أستاذ، فالشكر لله وحده، فهو الذي جعلني أرى العصا. ألا تحس بحركة من هنا يا أستاذ؟ أخشى أن يكون اللصوص قد أحس بنباح. حذاري من أن تتحرك. ماذا فعلوا بك يا كلبي الجميل؟ لقد تجرأوا عليك أيها المسكين، سأريك ماذا سأفعل بهم. لقد أفاق الرجل أيها الزعيم، فماذا نصنع به؟ كيف حالك يا أستاذ؟ أنت أيها الرجل، لقد أفسدت علي خطتي كلها. لقد أخبرني رجالي بأنه كان معك في المطار كشافة آخرون، قل أين هم؟ إياك أن تقول إنك قد أرسلتهم إلى قسم الشرطة. إنه لا يجيب، يبدو لي أن المكان لم يعد آمنا، يجب تركه. وأنت خذ الطفل وضعه في السيارة فسنغادر المكان. ولكن يا سيدي، ماذا سنفعل بهذين الكشافين؟ اقتلهما فإنهما مصيبتان. وماذا سنفعل بالخادم؟ قتله أيضا يا غبي. وهل أقتل الكلب؟ إذا انتهيت من عملك خذ الكلب واتبعني إلى السيارة، ونفذ ما أمرتك بهدوء. لا تقلق يا سيدي، سأنفذ الأمر كما أوصيتني. انتبه أنت الآخر. ما بك تقف أمامك الأبلة؟ انظر، هذان هما الكشافان الآخران. سأريكما إذا. ارفع يديك. والآن تفرقت لك أيها الرجل المتهور، قل لي كيف تحب أن تموت؟ أتريد أن تقتله أيها الكلب المزعج؟ لقد تسببت في شتمي وضربي، لن أسمح لك، بل سأقتله أنا بخنجري المسموم. ابتعد أيها الكلب المتمرد، هيا خذ. أسأل الله ألا يتأخر ممتاز وفهمان. لا تحزن، فإن الله يجيب دعوة المضطر إذا دعاه. إذن أنتما تنتظران صديقيكما، لا تعلما بذلك أيها الغبيان، فهذه أسرع وسيلة للتخلص منكما. ألقي سلاحك ولا تأتي بحركة وإلا قتلتك. ها؟
انظر لقد جاءت السيارة من هناك. ولدي الحبيب، الحمد لله الذي جمعني بك. أبي، لقد اشتقت إليك ولأمي ولجدتي كثيرا. ولدي محسن، لقد ظننت أني لن أراك ثانية. اسمحوا لي يا أستاذي أن أتقدم إليكم بشكري الكبير، فإنني مدين لكم بحياة ولدي، وأشكر الأشبال الصغار على ما بذلوه في سبيل إنقاذه. لا شكر على واجب، فالشكر لله الذي ساعدنا. بإمكانكم أن تعتبروا أنفسكم في ضيافتي، فأنا سأرافق الأشبال الشجعان أثناء سياحتهم في الباكستان. أخيرا سنتجول، لا تنسوا الطعام. وبالفعل رافق شفيق خان الأشبال إلى الجامعة الإسلامية في إسلام أباد، وأراهم المساجد الكبيرة في الباكستان التي تظهر فيها ببراعة أروع فنون العمارة الإسلامية العريقة، كما أراهم أجمل القصور الرائعة التي تشتهر بها الباكستان، والآثار التي تدل على عراقة هذا الشعب المسلم، كما رافقهم في رحلة ممتعة بين قمم الجبال الشاهقة، ولم ينسى أن يصطحبهم إلى الشاطئ في جنوب البلاد. تمهل قليلاً يا ذكوان. أشكركم على هذه التربية يا أستاذ. إننا نربيهم على أصالة هذه الأمة العريقة وعلى مكارم الأخلاق حتى يكونوا جيلاً صالحاً. تفضلوا يا سادة، فلقد عددت لكم طبقاً شهياً من السمك المشوي.